هاي جايز كيفكم شلونكم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله بيكون تشات شات get ready with me. بوريكم ماي سكين كير روتين وبوريكم ماي ميك اب روتين وبنسولف وبنتجهز وبيكون رمضان اديشن فبعد شوي معزومه فقلت ليش لا نستغل الوقت واصور لكم. كثير منكم في الكومنتس تراي شايفتكم اللي يسالون عن ماي سكين كير روتين والصدق اني ما قد وريتكم اياه بس اصور لكم الميك اب صح فقلت في هذا الفيديو that's what I'm gonna do. وعن سالفة ماي سكين كير ترى جايز انا اكثر شخص يعني لا تمشون على سكين كير روتين حقه لان حرفيا اتس نون اكزيستنت. مو بنا ما اسوي شيء بس اني ما امشي على شيء يعني ما في روتين على شيء معين برودكت معينه استخدمها every single week. لا انا عندي برودكت مره كثيره احب اجرب اكثر من شيء يعني ما احب امشي على شيء معين فهمتوا. فما ادري اذا هذا الشيء زين ولا هذا الشيء شين لاني انا مو قاعده امشي عليه يوميا ولا اسبوعيا لا احب اغير. وترى ماي سكين كير روتين مره بسيط يعني استخدم غسول واستخدم مثلا سيرمز بس وارطب وجهي حرفيا هذا اللي اسويه وما اغسل وجهي يوميا يمكن يوم ورا يوم احب اريح بشرتي شوي. حلو انكم شو يسمونه سكين فاست اللي ما تحطون برودكت على وجهكم تخلونه شوي it produces its own oils ومن هالناحيه مثل قلت لكم الغسول استخدمه يوم ورا يوم ومتى استخدمه في الليل اذا مسحت ماي ميك اب وكل شيء قبل انام اغسل وجهي وانام ومن بكره يكون مفعول البرودكت اللي استخدمتيها في الليل تبان لان اللي يغسل وجهه في الليل وفي الصباح انتم قاعدين تغسلون الناتشورال اويلز اللي بشرتكم قاعده تنتجها during the night كانكم ما سويتوا شيء يوم غسلتوا وجهكم في الليل فهمتوا؟ ان شاء الله انكم فهمتوا. انا تعلمت هالمعلومه من تيك توك ومشيت عليها وصراحه مره فادتني. ونزيد بعد انا ترى بشرتي جافه يعني مو دهنيه فيمكن اللي بشرتهم دهنيه لازم يغسلون وجههم اكثر فلا تمشون على اللي انا امشي عليه. انا اللي ماشي عليه هو مناسبني. انا بشرتي غير بشرتكم مثل ما قلت لكم ترى انا بشرتي مره جافه يعني في مميزات وفي ما في مميزات. ايش عكس مميزات؟ في ايجابيات للبشره في ايجابيات للبشره الجافه وفي سلبيات بعد. من الايجابيات ان الحمد لله ما تطلع لي حبوب يعني انا الحين عمري 19 ما جاني اكني الحمد لله. الحبوب اللي تجيني تصير حبه واحده وكبيره بس انه مو اكني وهالاشياء لا فالحمد لله هذه مميزات البشره الجافه. بس الشيء الشين انها جافه فهمتوا قصدي؟ انها جافه فلازم ترطبينها وانا احتاج مويسترايزرز مره تكون ترطب زياده على الترطيب. احب بشرتي تكون جلوي اللي مو بس يرطب وينشف لا احبها تكون مرطبه طوال اليوم. فانا يوم البيرثدي حقي صديقتي جابت لي السكين كير حق كايلي جينر فعندنا هذا فيس واش ما بعد استخدمته وميلك تونر ما بعد استخدمته فيتامين سي سيروم ما بعد استخدمته هذا مويسترايزر للوجه ما بعد استخدمته. فهذول الاشياء مره ودي استخدمهم يوم من الايام بس احس لا استخدمهم اليوم لان اخاف انكم تقولون ان فرح مره شين ان ليش تنصحين فيه وهذه اول مره فهمتوا. وانا قاعده اوريكم ماي سكين كير روتين المفروض استخدم منتجات اعرفها مع ان مره ودي استخدمهم ان شاء الله بكره بستخدمهم. انا بالعاده when I prep my skin اذا كنت بحط ميك اب احب استخدم تونر وبعدين ارطب وجهي بهذا. طبعا قد تكلمت عليه انه حلو يرطب بس انه ينشف على طول وانا احب المرطب اللي يعطيكم جلو وما يختفي ما ينشف فجأة فهذا يمشي الحال بس اني ما راح اشتري مرة ثانية ابغى شيء يرطب من قلب. ابدأ بالتونر فبستخدم هذا التونر انا مرة عاجبني ريحة الجح فانه يعطيكم شعور الفريشنس فمرة عاجبني. هنا بستخدم هايلورونيك اسيد المفروض اني مستخدم هايلورونيك اسيد اول ولا بعد ما ادري المفروض اني حطيته قبل بس عادي يعني ما يفرق. ترى اللي تطلع لي حبوب بس تكون اللي واحده وتكون كبيره اللي تبقي اثر فهذه ترى خلاص اختفت الحبه بس شوفوا كيف اثر اللي طلعتها بس عادي يعني ما تفرق معاي الصراحه. هذا مره حلو سمعت انه يقولون انه لا تستخدمونه كمويسترايزر اللي يومي تستخدمونه استخدموه كمويسترايزر اللي قبل الميك اب لانه مره يثبت المكياج. طبعا انا ما في شيء يثبت المكياج معاي حرفيا ولا شيء يخلي مكياجي يثبت مكياجي حرفيا يطير. لا تسالوني شلون بس الميك اب يطير من وجهي حتى اذا استخدمت برايمر ما يثبت بس انا صراحه يعني متصالحه مع المكياج اللي يطير من وجهي. اتس اوكي اتس فاين
وش نسوي؟ هل في ناس زي؟ والله العظيم مكياجي يطير، ما أدري شلوني يختفي صدق. بكذا خلصت ماي سكين بريب. أدري إني قايل إني بوريكم ماي سكين كير روتين، بس والله أنا صدق ما أحب أكثر بالسكين بريب قبل الميك اب، لأن أحس إنه يتفاعل مع مكياجي بشكل غريب. فإن شاء الله بإذن الله إذا صورت لكم ماي نايت تايم روتين هناك بيكون ماي سكين كير بشكل كامل. فبنستخدم هذا my favorite shade beach، مو طبيعي صدق، احلى كنسيلر مر علي، مره مره يجنن، وفي الكفرج هذا اللي انا احتاجه. جايز ما اعرف احط واتكلم، اصبروا هنا. كنسيلرز ما اقدر استخدم كنسيلر فاتح اللي كنسيلر اضاءه، لا، لانه بيقلب حرفيا رمادي. فاستخدم كنسيلرز تناسب بشرتي او اغمق بعد. وقربنا على العيد، كيف استعداداتكم؟ طبعا احس بدري على الاستعدادات، بس يعني قصدي هل شريتوا فستان العيد؟ هل تقضيتوا للعيد؟ انا تخيلوا هذه السنه اول سنه يجي رمضان وفرح ما عندها فستان عيد. جايز انا بالعاده يعني فستان عيد يكون عندي من زمان، اذا سافرنا برا اكون خلاص شاريه للعيد. والله هذا اللي انا نسويه كل سنه، بس ما خطرت في بالي اني اشتري لبس عيد. احنا عندنا الاعياد نحتفل اول يوم عيد، ثاني يوم بعد برضو نحتفل بالعيد عزيمه ثانيه، فاحتاج ملابس، فهمتوا؟ اول يوم العيد اللي يكون اقارب اللي اعرفهم، بس ثاني يوم عيد اللي بزياده عيد كبير، فهمتوا قصدي؟ بس هالسنه انا بكون مسافره ثاني يوم عيد اللي هو العيد الكبير مره، بس بحضر اول يوم عيد. ترى هذه السفره كانت لاست مينت حرفيا، متى حجزناها؟ في رمضان. السفره اللي بنروح لها ثاني يوم عيد، بس ما ادري ليش ما تحمست ابدا، يعني ما خطر في بالي لبس عيد. طلبت لي فستان جايز مره طلع حلو، امس وصل. طبعا ما راح اوريكم، I'm gonna save it، تشوفونه في انستغرام او اذا صورت فلوج بتشوفونه، بس مرة كيوت، مرة مرة كيوت. هذا البرودكت شريته معاكم يوم كنا في سيفورا من كات فون دي. تذكرون سالفتي يوم صبت تقول لي ان الرفاي هذا يخليني برتقالية؟ تحسست شوي وقلت اوكي تمام. لا هو ما كان يطلعني برتقالية يوم كنت تان، بس الان فرح صار يخليك برتقالية. اكتشفت، اقتنعت صدق ان صرت برتقالية مع هذا الشيء. يعني نصبر للتان عشان نستخدمه في الشيد فير كول. افتح درجة موية موية، وقلت انه عاد احس انه يعني it's not that pigmented. قالت اي عادي it's buildable، يعني تقدرون تزيدون عليه. اللي ما كنت استخدم برونزر كاي شادو، جايز شاتكم نص عمركم والله لازم، لانه كانه اي شادو يعني ما يعي، يعني كيف بشرتك بتعرف ان هذا فقط يستخدم للكونتورينج؟ فهمتوا؟ يعني عادي يو كان يوز برودكتس لاشياء مو مخصصه لها. صار كل هالفتره ما كنت اتنفس، مدري ليه. في هذا من شي جلام مره حلو، عندنا ال كلاود بينت، وعندنا الرير بيوتي. احسه بستخدم الرير بيوتي من زمان ما استخدمته. هذا شيد هابي. كذا انا خلصت ماي بيس الليكويد. انا من زمان كنت يعني ما كان في ما كان في ترتيب في الميك اب، استخدم باودر بعدين اروح استخدم ليكويد بعدين اروح استخدم باودر مره ثانيه، بس تعلمت ذا هارد واي. لان اذكر والله العظيم العام في العيد كنت كذا، فهمتوا لي باودر برونزر بعدين اروح احط ليكويد بلاش بعدين اروح ازيد كريم برونزر، بعدين ما ادري شلون صار مبقع وبعض منه مختفي كذا رايح، ما ادري شلون اكتشفت انه ما يصلح تخلطين الباودر مع الليكويد ومن هالناحيه. فصرت الحين خلاص اخلص من الليكويد ابدا بالباودر برودكت. طبعا هذا الباليت مستحيل اسافر فيه او اخذه معي اي مكان. انا حرفيا زي كذا، هذه الباليت تقعد في البيت. حطي هنا in the corner، شايفين باين وندمجه كحل زي كذا ولونه بني، نحطه على فوق. جايز الى يومكم هذا ما اقدر احط الكحل اللي داخل العين بكل بساطه. في ناس وكمان جدتي كذا، انا والله العظيم ذاك اليوم قعدت اناظر شلون كذا تخط وتخط وانتهينا. انا ما اقدر. اف جايز تدرون في ناس يقولون لي فرح ان مسكرتك جت على جفنك ان مسحيها، اقول لا. يا
يعني حبة خال مرة غريب، شوفوا شلون صدق كأنها مسكرة ولا آيلاينر ولا شيء حطيته، بس لا. وفجأة طلعت لي، يعني أذكر كذا يوم من الأيام غمضت عيوني لقيتها كذا وأنا في المتوسط، يعني وأنا صغيرة أشوف الصور ما كانت موجودة، بس فجأة ما أدري شلون زي كذا. بعدين شوفوا، إذا كنت بركب رموش الحين أركب رموشي، فأحس ما قد شفتوني وأنا مركب رموش، فخلنا نركب رموش سوا. استخدم، لحد يشوف. هذه من شي ان، يبي لي اشتري لي واحده جديده جايز، مو طبيعيه والله صدق، مو طبيعيه جايز. اذا ركبتهم كل احد يقول لي الان ارسلي لي اللينك. واكتشفت ان الانديفيدجوالز اللي يكونون كذا حبه 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 تركبينهم مره احلى من انك تركبين ستريب لاش. انا اللي اذا ركبت كذا اصير اخوف. يمكن انتم حلو عليكم بس انا مو مناسبني، وهذا مره يعطيكم الناتشرال لوك. الصمغ اللي استخدمه جايز استوعبت انه بالوفيرا. انا سالفتي مع الالوفيرا، احس اني اتوقع ان فيني حساسيه من الالوفيرا. ليش اقول فيني حساسيه؟ لان اذكر يوم كنت في الساحل الشمالي في مصر احترقت. جايز ما قد احترقت زي هذيك الحروق اللي كانت في الساحل. They were burns، يعني كانوا حروق حرق، جسمي محترق. لا يعني اوكي، احترقت من الشمس، بس هذاك كنت محترقة، جسمي يحرني مرة 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 لدرجة ان خشمي بدأ يتقشر. مرة كان قرف. ليش؟ لان فرح حسبت ان الشمس ما راح تحرقها، وذاك اليوم ما ادري ليش طرت على بالي ان فرح انتي ما تحتاجين واقي شمس. والله العظيم كذا من نفسي قلت انا ما احتاج اصلا واقي، فما حطيت سانسكرين ولا شيء، حطيت تانينج اويل واستانست، واصلا ما استوعبت وقتها وانا في البحر اني محترقة، ما استوعبت. كنت العب في الجتسكي وما ادري وشو، وفي البحر وبتانينج وايفريثينج. يوم رجعت بعد الشاور جسمي احمر، حروره جتني مو طبيعيه، حتى يديني من هنا انا راكبه على الجتسكي حروق. والله ما ابالغ، هنا هماي انا قاعده كذا في الجتسكي هذا كله احمر. فوش سوينا؟ قلنا للريسبشن انه نبغى افتر سن، ولا ما ادري وشو، انه شيء اللي برد عليكم، فعطوني افتر سن بالالوفيرا فحطيتها. جايز جسمي بدا، فهمتوا لي كذا حبوب تطلع مره كثيره. هذا يمكن انتم تقولون انه فرح، يمكنك انت بلاك محترقه من الشمس فطبيعي تطلع لك حبوب. طيب اعطيكم مثال ثاني، استخدمت، تعرفون كذا العلبه اللي تكون الوفيرا كذا 90%، اتوقع الكل يعرفها، بحط لكم صوره، هذه العلبه اللي كلها الوفيرا كذا، يمكن كنت في ثالث متوسط استخدمتها على وجهي حبوب. يعني كان يخوف مرة 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 مرة، باين حساسية أصلا، يوم خدت حبوب حساسية خف. أتوقع إني فيني حساسية من الألوفيرا، وهذا صبغ فيه ألوفيرا توي أستوعب. والله العظيم وأنا أوريكم قلت وش ذا الأخضر، اكتشفت إنه فيه ألوفيرا. طبعا قاعدة أنظر تحت لأن قاعدة أحط صمغ هنا، بس أنا لي يمكن 3 شهور أستخدمه وما سبب لي شيء، فـ I might have outgrown the allergy، فصدق ما أدري إذا أنا فيني حساسية ولا لا، بس إلى يومكم هذا يعني أحاول أي شيء فيه ألوفيرا أوخر عنه. ما أستخدمه، بس هذا توي أستوعب إنه فيه ألوفيرا، بس عادي يعني ما صار شيء الحمد لله، وإن شاء الله يعني يا رب لا يصير شيء. فأحط اللي طويل أطول شيء هنا، بعدين أحط واحدة كذا أقصر منها هنا بس، مو بحط كل الرمش لان انا ما احب الدراماتيك لوك. حطيت واحده، طبعا انا الحين ما راح احط ماسكارا، بستنى لين يجف. شايفين كيف رموشي؟ الفنتي بيوتي ليب تنت، ونحدد شفايفنا. احلى جلوس هذا من سفورا، هذا اكثر جلوس يثبت معاكم، صدق عندي خبره. شوفوا في هذا الشيء عندي خبره، يعني كميه الجلوسات اللي استخدمتهم والليب اويلز ما ادري وشو، هذا اكثر واحد يثبت معاكم. كذا خلصنا ماي ميك اب، نسينا سيتنج سبراي زي كذا، خلصنا الميك اب، اعشق هذا الميك اب. طبعا هذا الشيء الوحيد اللي استخدمه لكل شيء، يعني ما استخدم فير، ما استخدم هير ستريتنر.
زي كذا خلصنا شعري، حرفيا اخذ مني دقيقتين بدون مبالغة.